بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. صدق الله العظيم. ولا ليال وحين كنا حجرنا بشي وينيد أو فضيرة بدنيد أو بركة اسنيد أو هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بشا سأين كنا حجرنا وحان نوص عدد دروس تيني حيرك هذي أو دروس رمضانية هذي وحانو سو قادناي أفر عشر أيانو سو قادناي أما أفر درسي جيني شناد أيانو بلاوينا درسي جينان شناد وحاو كتعلق آيا صونك مركا واجب أيو أو إن لصوم واجب أي نقون أيسو إيا مركا إن لأفره أو صونك وحاوي لجوجيو لأفره أي واجب نقون أيسو مركا هذا وحانو قادنينا باب يجب الصوم والإفطار برؤية الهلال وحا واجبا يئن لصومه أو لأفره لبداسنا وحي كو واجبا يئن إن بشا لأركو أو صوم كل الصوم أيو وحو كو حري هاي أو كو واجبا يئن برؤية هلال رمضان بشا رمضان أو لأركو هذه وحوية بشاس أي دماتنة إفطار كل أفراي أو صون واجب مركز ماشاس الوسو حراي وها أصغر أوكب اللابانيا برؤية هلال الشوال مركز اللاباداس رؤية أو مد أي تاي بشا رمضان أول كيذا أو صونك واجب أيو مدنا أي تاي بشا شوال أول كيذا أو إفطارك واجب أيو باب كاس ايانو عشر كينا شناد اما درسينا شناد او كميرا دروسينا رمالانية ايانو كو قادنينا مركا هدوا وحانو سو قادنينا مركا اوه رئيسا حديث او وحاوية صحيحة او امهاتكو اي وريين او عبد الله بن عمر صحابيق اللي راهو جليل كالاقا وريي او نبقا اوكا وريي ايانو سو قادنينا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر وحى لقوري رضي الله عنهما أصغنا نبغان أكوري عليه الصلاة والسلام إنه نبغو دهي لا تصوموا حتى تروا الهلال نبغان هدى عليه الصلاة والسلام هسومنا إلى بشعة كأركتان ولا تفضروا حتى تروه هدرها أفرنا أو سونك هدمينا إلى بشي كرأت كأركتان فإن غم عليكم هدي الله إذن كقري والله إذن كدبوله أو بشي ميشي لغا أركايي بشي لغا وايو فاقدروا له أقدر أيوناي رسولك عليه الصلاة والسلام ومعنى هذا اللي يلجيهدو فاقملوه 30 صدا كاملا حديث كان نبغي أنه عليه الصلاة والسلام أسوأ الله هدلاي أمدي سوحا أولاي هسوء من أيوناه نبغي عليه الصلاة والسلام إلى بشا أتك أركيسان بشا أنمرك محيطاي هلال رمضان وي بشا رمضان انت أتك أركيسان أو رمضان أو كتلرنا أيو هسوء من أيوناه رسولك عليه الصلاة والسلام أو رمضان أهانها أسوء من هدناها أفرنا ودى رسولك عليه الصلاة والسلام حتى تروه انت أتك أركيسان ولا تفضروا دار مركة وحوية حتى تروه وحوية بشا الشوال وي وصونك وحي واجب ايا مركة اللي أركوه بشا رمضان اللي أركوه صونك إلا لدمايوه وصونك اللي قد تخلصانه وحي واجب ايسا مركة اللي أركوه بشا الشوال اللي أركوه مركة هدى سياس نبو مركة ودى عليه الصلاة والسلام حوضه
فإن غم عليكم فاقدروا له أيو داي هدي الله إذن كقريو أو مثلا بوحوية ميشي بيشو كدلاني سي أو حقاس مغربة أيا وحا وفولي بالضرور أيا فوشي ضرور أيا فوشي فإن غم عليكم وي فإن استطرتم بغيم وي هدي الله إذن كقريو الله إذن كقدبولو ضرور فاقدروا له معناها فاقدروا له مركا وحوية كملوه وي مركا 30 صدن كملا وحين قلنا إيسا بيش شعبان مركي وحوية لواتانية سقال أي نغطة صدن كمركي لجوغو وحالا فيرنا يا بيش الشواء بيش الرمضان إني دلتالا فيرنا يا هدي لأركي وايو ميش الضرورة أي سارنتاي أما لبا أركي وايو صدن كي أيالا لما يستر يا هدي مثلا بهذا صدن كي لما يستر او هدنا الله صوم بشي رمضان بشي رمضان مركي لباتنا يسقال اي لما يستو او صدن كي لقارو صدن كاس ايا هدنا الله فيرين ايا اني بشي شوال للاتي انكالي هدي ماشاس مركا وحاوي بشي شوال لوايو فقدرو لهوي مركاس او عاوي كميلا صدن كي لما يستر لكن صدن كادي دماتو مثلا بشعبان ايا صدن كيس دماتي واح بالله في راي مجرته مركز هراء لغا سوميا هدي مثلا بوحاوي رمالان كي اساقنا صدن كي او دماتو او وحاوي هبين كي صدناد لوايو لباتان ايا ساقال مركي لا سومي صدن كي لوايو اما ميشي ضرورة اي سارنتاي اما سيدة بل لواييني صدن كا يالا لما يستيريا صدن هدود لما ذنك بعدي ادبل في ريسا هما جرت مركا هادا بيش الله في رنايو وحاوية شعبان مركي وحاوية لواتي يساقال لجوغو ايا صدن كا ايا الله في رنايا معايا لوحا محتملة بيش مسلم كاين صدن كا كود علاتو مركا هادي لو ايا واكا صوصي هادا انو شيغي نويو نبغونا عليه السلام ونو شيغي وحديث كنبغ انو كشيغي نو صدن كي الله لما يستريا هدي وحوي شوال كي أسقنا رمضان أو مركاسي صدنا اللوايو أسقنا وحوي رمضان كي صدنا لما يستريا شوال مركاسو أسقنا وحوي وحلا في راية مجرد مركا حديث كاس وحوي حديث أو وحوي صحيحين كنوا أي وريين أصحاب السنن أي وريين وي ويلا إمام الترمذي وكمذا أصحاب السنن كوحا أوليه أو رواية تيسا زيادة كوه لا تصوموا قبل رمضان أيوه دا رسولكم هسومنا أيوه دا رسولك عليه الصلاة والسلام رمضان هرتيس وعالغا يا باوانا كتوي دوناه أحكام تاي أرنتا دوسك الليه دهاي بيشي يوم مركاسي وحاوية آندالان أيا داد بضاني وحي جعلي إلي كدك دقاني جعلي عبادة دان سيدة عبادة مؤقتة وي سيدة صلاة ديو كالوي صلاة دانا وقت غيرون لقارين هالديوان للدكال إلا دان سيح ميسو ما ربنا أنا بيش الرمالان أيضنا الصون كادو وهوي بيش الرمالان أيضنا مركي لقارو أو بيش لقارو أيال لسوم إياه بيش كور نبيان عليه السلام صون رمالان إن لصومو نبيوان نقر ريب إياه ما أنصحايو بل وحاوية وكراهيح أما وابا حرام كراهي تحريم أيوه نقونا يا هدي وحاوية بشي رمضان أي سن كامل نقونينو لباتن إيا سقال أي تاي صدن كي هدي لواي بشي شوال أيضان الرمضان ألغو جراهي رمضان كبالا كاملا يا بارك النبو هودا عليه السلام لا تصوموا قبل رمضان رمضان هرتيس هسو منو ده صوموا لرؤيتي وأفضروا لرؤيتي صوم أيوة رسولك عليه السلام وهذا نقصون تان أركتديسة أو هلال رمضان أد أركتين تاسو كو صوموا رسولك وأفضروا لرؤيتي أركتديسة كو أفروا بشا شوال هدي الأركو أيا وحاوي مركاسا الأفر أيا صونك مركاسا لجبين أياهو waa weeye maalintaas maalin ciidahayba noqonaysa ciidana in la soo maxaram weeye fa in xaalad duura wa qiyaabatu nawda rasuulku
زيادة أو ترمذي أولي هاي عور رسولك عليه الصلاة والسلام بشي ماشي كده لأن يسمى الكسة كايسة هذه ضرور أي مركة إذن كتها ده أو وحوي أي إذن كقرسه فأقبلوا 30 يوما صدن مع الموت كملوا رسولك عليه الصلاة والسلام صدن مع الموت أياد أميسيري سنونة مركة لامتان وحوي مركاسي ومركاسي لتعقيد وي إلا لتعليل ما إلا ما هنالي مركة وحال الربا هدي وحوي بشي ضرور أي قرسه أولا وايو صدن كأيالا لما يستريه شعبان هنغطو أما سرهم الله كهنغطو وحان إلهي سبحانه وتعالى علم أيو كل سي وهم إيا مارتيا شك إيا إن لغو قل لدوني مايو وعال ربا بشا رمضان إيا قين لغو قلو مركي وحوية بشا كالانتوت أو شوال لقارني إن أيضنا إيا قين لغو قلو أو سونك إيا قين لغو بوري عيال ربا تاسنا الرسول كان عليه الصلاة والسلام وانا قرحض لي إمام البخاري أساقنا وحوية زيادة أوليه وعاود هاي نبو عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم هدي الله إذن كدبوله فأقملوا عدة شعبان 30 وحوية بشي شعبان هدي صدنكي أي كده لوي رمضانكي بشي شعبان صدن كرما يسرى مالك وهو هاي فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما هدي مثلا بوحوية بشي رمضان لباتن إيا السقال مركي لقاري صدن كي كده لوي سأيدانه والله إذن كقريانه فصوموا 30 يوما صدن مع الموت صوم أيود رسولك عليه الصلاة والسلام مالو حيث فإن غبية عليكم مالو حيث فإن غبار هوايده مركز الألفاظ نوائس لويهين أحاديث فراها بضانا كسو أرورت مركز وحاماشا لقا قادنا يا فلا يجب صوم رمضان إلا برؤية تلالي رمضان إلا صوم واجب إن يسنغنين إلا بشيء إلا أركمها ولا يجب الإفطار منه إلا قافرو سون كلا طمينا إيسان واجبين إلا برؤية هلال شوال به شوال إلا أركمو يعني قبل الغروب مارتيا أم بعد الغروب الأركو هذه بشا لقريو وها واجباية إن بشا لطمية صدن لطمية أي واجباية سببتو بالمسلم وحاوي صدن كما بضنا وصيدا بلاهان كالانتوضو داتك ملا أوالك قصة مينو كالماهان بلاها مركاسي وحاوية عبادة الغلسايو سندك غفق الغلسايو لتعلموا عدد السنين والحساب إلهي ورهي وحاوية وبشاس مسلمك وهلالي قاوي وعن سوق هذا إن حديثك لانتوضو عبد الله بن عمر لقوري سحابك جليلك ورهي نبقى نحور عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا أيها رسولك عليه الصلاة والسلام وهذا رسولك عليه الصلاة والسلام أنك هدانها أمة محمد وحانها أمة أمية ومضء مركز أمية أيانا لا نكتب وحمقرنا ولا نحصو من حسابنا الشهر هكذا بشوا سداس يهو هكذا سداس وره نبو معنى هكذا وهكذا نبو حوكو إشارة لباتن إيا السقال أي مرتاي مرنا وحيتاي صدن عييتاي حديث كاسو حوي بغاية مسلم إيا أبو داود إيا النسائي وذوريين مركا هذا نبو مركو لي عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية وهو نبو مركا اسكو ذالي هدانا معشر العرب وحانا أمة أمية كتابة قرال كمانا غان دمانتين مركا هذا أريد أزماء فينيسو إن قار أيها كميدة كاتبين أيها وحاوي نبو مركو ساس لا يددك وقتي نبقى لسوب بحناي ددك وحي أبضنا أيها دد إسك مركاسي أمي أميينه وحاوي وحان قرنا وحاقنا إسك أبضنا أيها لكن وحاوي ددك ساس موضا هنا رقبضنا وحقوري جري ورقبضنا أيها مركاسا وحقوري جرو كتابة يقيني ومركاسا أو كميدة هاي مثلا نينك اللي إلاد عبد الله ابن عمر ابن العاص يا سيد معاوية يا سيد علي إيو إسلام كوري وحقوري يقينين نبو عليه الصلاة والسلام قرال كيه شيس كمركو لسما يسناي لمنك يهود هاي لغادة سوريانية ذنال وقرى يهود يكوها اللان نبو حو أمرنينك إلى زيد ابن صابت
inuu barto luqadaas oo markaasi nimankaas mutarjim uu ka noqdo waxau ku barta bil nuskeeda ku bartay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u duceeyey markaasuu waxyaabaha lala gelaayo heshiisyada asaa luqadooda uu qori jiray nabiga markay wax usoo qoraanne asaga ayaa u akhri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam marka hadda wacnaha xadiiskan laakiin macnihiisu waxay tahay annaga ilaahay subxaanahu watacaalaa naguma kalifin inaan markaasi cibaadadayna mawaaqiid da ilaahay u sameeyo waadixa mooyaane wax kale inaan ku raadino salaada iyo soomka iyo xajka waxaa lagu dhisaa sideedaba umuur waadixa nabigu waxau ku oday calayhi salaatu wasalaam cibaadadayna annaga waxaan ku dhisaynaa amuur waadixa oo ciddii wax qoraal taqaana iyo ciddaan aqoonin ay ka siman yihiin oo kaatib iyo qeyrkiisa iyo xaasib iyo qeyrkiisa ay ka siman yihiin taasna waxa weeye raxmatan licibaadihi weeye ilaahay subxaanahu watacaala addoominkiisa u noqonay oo u naxariisanaya maxaa yeele qoraxda ru'yadeeda salaada ayaa lagu xiray bisha markaasi dhalashadeedana soonka iyo qeyrkiisaa lagu xiray waa tawdha ilaahi yas'aluunaka can ilahillati qul hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaji marka hadda waxaan waxba laga soo qaadaynin dadka munajimiinta oo xidigaha dhabiila oo xidigaha xidigiya iyo dadka xisaabka iyo waxaa sameeya waxba laga soo qaadi maayo qowlkooda in xisaabkooda lagu soomo waajib kuma ahan cidow ku taama jirto ayagana waajib kuma ahan xataa waxa weeye intii ayaga xataa u rumayaysa waajib kuma aha hadday xataa aqoon badan arrintaas ku yeeshaan wax la soo koobi kara maaha maxaa yeele wax badanay iskhilaafi karaan dhibaatana imaahaysa marka laakiin ayagu hadday xisaabkaas culimmadu waxay yidhahaan ayagu maahiriin ay ku yihiin sida hadda imaamuna aisha imaamu shaafici soo dhahay haddii ayaga loo nisbeeyo xisaabkoodu waa u soconayaa iyo inta u rumaysa oo xisaabkooda ku camal faraysa maxaa yeele xadiiskan laguma caddaynin inaan xisaab lagu camal fari karin ma caddayn xasiisku bal waxa uu ishaarayaa inuu cilmi oo adag uu yahayo oo cid kasta aysan aqooni karin ayuu xadiisku ishaarayaa haddana ummaddan dhammaanteeda waxaa laga waxaa la faray inay xadiiskaas ku camal fasho awqaadda salaada iyo markaasi waxa weeye soonka iyo waxaasoo dhan marka sidaasaa la fiirinayaa sida marka waxa weeye wax la ysku kalifaayo oo dhib lagu jiraayo in bisha ramadaan aragtideeda laga dhiga la dooni maayo bisha shawaalna ayadana sidaasoo kaleentood in laga dhiga lama rabo waxaa la rabaa cibaadadayna shay waadixa inaanu ku dhisno ayaa loo baahan yahay waxaa kaloonu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey zawjo oo ka mida ummahaatu lmu'miniin ummu salama radia allahu canha ayaa waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama aalaa min nisaa'ihi shahran macalu shaahidka aan ka leenahaa waxay tahay bishu sida ay noqonayso nabiga ayaa waqti waxau ka dhaartay haweenkiisa inuusan usoo gelaynin bil ayuu ku dhaartay inuunu imaanayn sidaas ayuu nabigu banaanka uga jooga qiso dheer weeyo qur-aanka markii la joogo suuratu laxzaab yaa la sheegaa iyo meelo kale markii waxa weeye waxay tiri ummu salamo 29 maalmood ay dhammaatay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa mid ka mid a ayuu kusoo jarmaaday ama waa kusoo caraabay markaasaa waxaa lagu dhahay rasuul allow waxaad ku dhaaratay bil inaadan usoo gelaynin haweenka haddana waxaa bishii 29 maraysaa markaasuu nabigu waxau dhahay ina shahra yakuunu 29 yooman bishaana waxay ahayd 29 ahayd u dhahay rasuulku saasay ku dhammaatay u dhahay marka bishu inay 29 ku dhammaahayso xadiiskaasaa caddaynaaya oo a'imada maaragtay muxadisiinta abaa daa'uud mooyaane inta kaleentood ay warisay weliba imaam muslim waxau dhahay siyaado uu leeyahay suma dabaqa nabiyu sal allahu calayh wasalam biyadayhi nabigu gacmihiisa ayuu saas isugu garaacay 3 jeer ayuu isku garaacay 3 jeeroo soo isku dhacay 2 mar waxa weeye biasaabici yadayhi 2 mar gacmihiisau saas isku dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam middii 3aadne waxa weeye markuu saas iyo saas uu dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam midow ka reeba markaas 10 mid ka reebay marka waxay ku imaanaysaa ishaaro ah inay bishu marna ay 30 ay tahay marka hadda gacmaha 3 jeer saas intaa hadda 10 weeye haddii lagu celisho markaasi waa kaasaa waa 10 waa 20 markii lagu sii celisho 30 waaye
مر مركنا ومرك وساس مر لا يهدنا إيه هدنا وساس يري مرك يسد حاد أيوه مدة سو كلا عبي ونبي عليه الصلاة والسلام ضدك سئي وحكو فهمان أيوه وحوك تساي فعل إيه قول أنت وحوك تساي مركا سلعة سانو عليه الصلاة والسلام أيو كتو سيي وحال لأغانا يا أمدان إلهي أنحر الرسوم كان سيدي سبا بيش الله باتي يساقال قد ماتي إيا مدى صدنك قد ماتي إسكو أجر واي رحمة لهذه الأمة وي رسول كان عليه الصلاة والسلام مركي رمضان كلا فرال يالي مدينة وحوك صومي ساقال صوم أيو صومي ساقال كالصون سيدات ايا نبي عليه الصلاه والسلام وهو صومي 29 هل صون كلي هو نبي دمسير عليه الصلاه والسلام marka dadka hadii ay soon noqoto 29 bishu ina ku dhamaato sadanka waa la arkay leeyraado dad aan laga yaabo shaki inay isgeliyaan waxa way waxyaabahaas waxba laga soo qaar ruuyadaas ay ku xirantahay la arinta shaki laga muujimaayo maxay la sabab rasuulkeena 9 ramadaan ayuu mid kali uu ka kamiray marka ilaahay naxariis umada uu naxariisay in culays laga dhigo la dooni maayo oo markaasi wax adag laga dhigo marka taas waxa weeye waa darsigeenaas waxaan ku qaadanay ee yajibu soom wal ifdaru bi ru'yati al hilali marka darsigaasuna oo darsigeen shanaad ahay intaas uu noogu egyahay wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.